السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الشباب على قناة أيوب خبيز. لقد غبت عنكم عن سلسلة طريقة الحصول على بطاقة جوجل بلاي أو شحن رصيد البايبال، لكن في هذا الفيديو لقد أتيت لكم بتطبيق جديد وحصري للربح بطاقة جوجل بلاي كل أسبوع، وأيضا شحن رصيد البايبال والحصول على الدولارات يا إخواني الكرام. نعم، هذا التطبيق طريقة العمل فيه هي دمج الكلمات باللغة الإنجليزية، وأيضا يمكنكم من خلال هذا التطبيق التعلم اللغة الإنجليزية والحصول على الدولارات وأيضا حصول على بطاقة جوجل بلاي. المهم، إذا كنت تريد معرفة هذا التطبيق وطريقة استخدامه كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة المضغوط ضغط على الزر فابوني، ثم اتفع خاصية الجرس كذلك تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا الضغط على الزر لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله. انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، هذا هو التطبيق. سوف تجدون الرابط اسفل هذا الفيديو مع الكود للحصول على 300 نقطة. فكما ترون من اخوان الكرام، هذا هو التطبيق، اسمه لوكي وورد. فكما ترون الحروف يمكنك دمجها على هذا الشكل والحصول على النقاط او الحصول على الدولارات. فبعد تحميلك لهذا التطبيق تقوم بالدخول اليه، تظل لك الوجه على هذا الشكل. سوف اقوم بخفض الصوت. كما ترون اخواني الكرام، تظل لك الوجه هذا التطبيق على هذا الشكل، وهنا في الاسفل فلن تظل لك خاصيه الشحن وخاصيات اخرى للربح من خلال هذا التطبيق الرائع. فلتفعيل هذه الخاصيات طريقه الشحن، كل ما عليك فعله هو التوجه الى الصندوق الهدايا التي متواجد في اليمين، تقوم بالضغط عليه، وهنا في الأسفل انفيت فريند تقوم بكتابة هنا الكود وتحصل على 300 نقطة يا أخي الكريم. وبعد حصولك على 300 نقطة وتقوم بالتفعيل هذه الخاصية وإدخال ذلك الكود، سوف تنفتح لك خانات السحب، تظل لك هنا. سوف أقوم بإدخال الكود لأحد الأصدقاء ثم أعود إليكم. فبعد كتابة الكود فكما ترون لقد حصلت على 300 نقطة يا إخواني الكرام. سوف أقوم بالرجوع إلى الخلف وسوف أجد بأن خانة السحب تم تفعيلها. فكما ترون إخواني الكرام، لقد تمت إضافة خانة السحب وأيضا خانة بطاقة جوجل بلاي. هذه هي، فكما ترون لدي 0 دولار. أول شيء نقوم بالتوجه إلى البروفايل، وهنا بالونس، هنا الأرباح التي حصلت عليها بشكل يومي، وهنا الهدايا التي حصلت عليها بشكل يومي من خلال هذا التطبيق. نقوم بالرجوع أيضا إلى الخلف، وهنا الريديم، خانات السحب. كما ترون يمكنك السحب على الباي بال وأيضا بطاقة أمازون وبطاقة جوجل بلاي، والحد الأدنى للسحب على بطاقة جوجل بلاي هو 10 دولار، أما بالنسبة لأمازون هو 5 دولار، وبالنسبة لباي بال هو 5 دولار. نقوم بالرجوع إلى الخلف، هنا خانة تاسك، هنا أيضا طرق أخرى للربح من خلال هذا التطبيق سوف أتطرق إليها فيما بعد. هنا أنفيت، هنا الكود لدعوات الأصدقاء، يمكنك دعوتهم عبر هذا الرابط للتحميل التطبيق، وأيضا هذا الكود لتفعيل التطبيق والحصول على 300 نقطة. أنت سوف تحصل على 800 نقطة، والشخص الذي قام بإدخال هذا الكود سوف يحصل على 300، وأنت سوف تحصل على 800 نقطة يا أخي الكريم. قم بالرجوع إلى الخلف، سوف أريكم طريقة العمل من خلال هذا التطبيق. الطريقة الأولى هي الضغط على لوفيل كما ترى هنا، المرحلة الأولى والثانية. أما المرحلة الثالثة سوف نقوم بالحصول على الدولارات للربح بطاقة جوجل بلاي، سوف تأتي إلى هنا تلك الدولارات. وبالنسبة للمرحلة الرابعة والخامسة نقوم بالحصول على أيضا المال. نقوم بالضغط على لوفل كما ترون هنا هي وهنا سي، نقوم بتفعيلها هكذا كما ترون إخواني الكرام، وهنا الشي هكذا كما ترون إخواني الكرام. لقد حصلت على 100، سوف أقوم بالضغط على ستار وسوف أعرف كم نقطة سوف أحصل عليها بعد نهاية هذا الإعلان. ننتظر لبضع ثواني ريتم ينتهي هذا الإعلان وسوف نرى كم حصلت على النقاط. ننتظر لبضع ثواني إخواني الكرام. فهذا التطبيق أعجبني كثيرا وأحببت أن أشاركه معكم لمن أراد الربح بطاقة جوجل بلاي وأيضا شحن رصيد الباي بال. ننتظر قليلا وسوف نرى كم سنحصل. حصلت على 80 نقطة. نقوم بالضغط على اللوفل مرة أخرى المرحلة الثانية، وهنا E و W يعني it هكذا، وهنا ويت هكذا. نعم يا اخواني الكرام،
أقوم بالضغط على ستار وأشاهد الإعلان وسوف أرى كم حصلت على النقاط، ربما 100، ربما 80 أو 50 أو 10. ننتظر لما ينتهي هذا الإعلان. هنا كثرة الإعلانات إخوانا الكرام، لكن عليكم بالصبر لكي تحصل على بطاقة جوجل بلاي. نقوم بالرجوع للخلف وننتظر قليلا. كما ترون حصلت على 60 نقطة. الآن المرحلة الثالثة وهي بطاقة جوجل بلاي، سوف نقوم بالحصول على الدولارات لبطاقة جوجل بلاي هكذا، ياب أو كوب هكذا. كما ترون إخواني الكرام قوموا بالضغط على ستار وننتظر أيضا ريتما ينتهي الإعلان تقريبا 15 ثانية. فكما قلت لكم هنا كثرة الإعلانات إخواني الكرام، لكن عليكم بالصبر إذا أردتم الحصول على شيء، تعلموا الصبر. نقوم بحذف هذا الإعلان وننتظر قليلا. كما ترون حصلت على 80 نقطة زائد 1.19 دولار. أقوم بالضغط على جيت بونيس. كما ترون لقد ذهبت إلى هنا. كما ترون في الأول كانت 0 والآن أصبحت 1.19 دولار. الآن سوف نقوم بالضغط على لوفيل 4 المرحلة الرابعة هكذا، مي وهم هكذا. نقوم بالضغط على ستار وكما العادة ننتظر ريتما ينتهي الإعلان وسوف نرى كم سنحصل على النقاط، ربما 40، 60، 80، 50. ننتظر قليلا إخواني الكرام. فطريقة العمل في هذا التطبيق فهي سهلة جدا، نقوم بإزالة هذا الإعلان فكما رأيتم من خلال العمل الذي أتطرق إليه حاليا. نقوم بالضغط على لوفر 5 هنا جا أو جو، وأيضا هنا أجو هكذا. قم بالضغط على ستار، ننتظر تقريبا 20 ثانية. سوف أريكم جميع المراحل والطرق الربح من خلال هذا التطبيق لكي تفهموه يا إخواني الكرام، ولكي لا تأتوا أسفل الفيديو في التعليقات أخي نحن لا نفهم طريقة العمل في هذا التطبيق، فأنا أشرح لكم كل الطرق لكي أسهل عليكم المأمورية. نقوم بإزالة هذا الإعلان، ننتظر ريتما يعطينا النقاط. حصلت على 100 نقطة يا إخواني الكرام. أقوم بالضغط على كوليكت لكي تضاف تلك المئتان نقطة. دائما عليك بمشاهدة الإعلانات لكي تحصل على النقاط وأيضا لتحصل على الدولارات لبطاقة جوجل بلاي. إن قمت بحذف الإعلانات فلن تحصل على شيء يا أخي الكريم. نقوم بإزالة هذا الإعلان، عليك الانتظار ريتما ينتهي. في المرحلة السادسة والسابعة فلن أحصل على بطاقة جوجل بلاي إلا في المرحلة الثامنة. كما ترون في المرحلة الثامنة سوف أحصل على بطاقة جوجل بلاي. لكي لا أطول عليكم في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى طرق أخرى يا إخوان الكرام. نأتي إلى خانة تاسك هنا في الأسفل. هنا أيضا طرق أخرى تاب جوي وأيرون سورس. نقوم بالضغط على تاب جوي، سوف تظل لنا نافذة أخرى بها القناة بالتطبيقات يمكننا تحميلها والحصول على بعض النقاط. وأيضا في خانة ايرون سورس سوف تظل لنا خانة صفحة بها عدة تطبيقات يمكننا تحميلها والحصول على النقاط. يمكنك تحميل التطبيق واللعب فيه لمدة تقريبا دقيقة أو دقيقتين حسب الشروط التي يقول لك هذا التطبيق. مثلا هذا التطبيق أشوف له نيفو 25، عندما أقوم بتحميله يطلب مني تحميله والدخول إليه لمدة تقريبا 3 دقائق أو 60 ثانية أو 4 دقائق وسوف أحصل على 8 نقاط، 8 نقاط. كما ترون بهذه الطريقة يمكن الحصول على النقاط من خلال تحميل التطبيقات من هنا. سوف نقوم بالرجوع إلى الخلف. وأيضا خانة أنفيت يمكنك الحصول على النقاط إذا قمت بدعوة الأصدقاء. وعندما تصل إلى الحد الأدنى للسحب تأتي إلى الريديم. يمكنك طلب السحب عبر باي بال 150 ألف تساوي 5 دولار. أو شحن على بطاقة جوجل بلاي 291 ألف و300 نقطة تساوي 10 دولار. كما ترون إخواني الكرام يمكنك الضغط عليه هكذا. فحاليا لما أصل إلى العدد
فأقوم بالرجوع إلى الخلفة. وبهذه الطريقة إخواني الكرام يمكنك الحصول على النقاط وتحويلها إلى الدولارات أو شحن حسابك على الباي بال أو حصول على بطاقة جوجل بلاي. إخواني الكرام عندما تصل هنا إلى 100 دولار يمكنك الضغط على إشانج. عندما تضغط على إشانج سوف يتم إعطاؤك نافذة تقوم بكتابة معلوماتك الشخصية، اسمك، بريد الإلكتروني لكي تتوصل بهذه البطاقة إلى باب منزلك يا أخي الكريم. المهم إخواني الكرام لكي لا أطول عليكم في هذا الفيديو، إلى هنا وانتهى الدرس وإلى درس آخر إن شاء الله.